ولتفاصيل أوفى حول الوضع في حلب ينضم إلينا خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز مباشرة من حلب الباب. مساء الخير خالد. إذن الأوضاع الأمنية على الأرض فيها الكثير من الإشكاليات، ما الجديد لديك؟ نعم، استنفار أمني كبير من قبل الشرطة العسكرية التي أعلنت يوم البارحة عن رفع جاهزيتها واستنفار جميع الحواجز المتواجدة في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وبالإضافة أيضا إلى قوات الكوميندوس حيث نتواجد هنا في مدينة الباب وعدة مناطق أخرى. الجميع رفع الجاهزية تفاديا لوقوع تفجيرات كما حصلت يوم البارحة وتكرار السيناريو الذي مر يوم البارحة على عدة مناطق. كان يوم دامي جدا يوم البارحة، التفجيرات حصلت في ثلاث مناطق، كان التفجير الأكبر في مدينة الباب حيث وقع ثلاث شهداء في هذه المدينة بالإضافة إلى أكثر من 5 جرحى جراء تفجير الدراجة النارية، وقبله بساعة واحدة فقط حصل تفجير في مدينة الراعي أدى إلى إصابة 13 مدني، بالإضافة أيضا إلى تفجير سيارة مفخخة في مدينة عزاز أدت هذه السيارة المفخخة إلى استشهاد طفلة مدنية عمرها ما يقارب 10 سنوات واشتهرت ببائعة البسكويت، وبالإضافة إلى 20 جريح. الطفلة هي كانت المعيل الوحيد لأهلها والمعيل لوالدها الضرير الذي كان يبيع البسكويت في أسواق مدينة عزاز. طبعا هذا الشيء دعا قوات الشرطة العسكرية والمدنية وقوات الكوميندوس لاستنفار قواتهم وطبعا تكثيف الحواجز وتفتيش السيارات بشكل كثيف، وأيضا نشرت قوات الكوميندوس والقوات الخاصة المتواجدة في هذه المنطقة الكلاب البوليسية التي لها القدرة على شم المتفجرات ورصد أي ربما مفخخات في هذه المنطقة. طبعا في السياق ذاته دعت مديرية التربية والتعليم التابعة للمجلس المحلي في مدينة جرابلس إلى إيقاف العمل أو إيقاف التدريس وإغلاق المدارس هذا اليوم، والسبب يعود إلى أنه يوم البارحة انتشرت تسريبات أمنية بأن ربما قد يقع تفجير اليوم في مدينة جرابلس، وحرصا على سلامة الأطفال الذين هم ربما يكونون المستهدف فقد تم إيقاف التعليم. أيضا طيب الجدير بالذكر خالد، أود أن أستوضح منك، يعني طبعا مآسي كثيرة تخلفها هذه الأحداث، منها هذه الطفلة ذات 10 أعوام التي أخبرتنا عنها والتي تعيل عائلة بكاملها من خلال بيع البسكويت. تزامن هذه التفجيرات في يوم واحد في مناطق مختلفة، وكما فهمنا يعني ليست مواقع عسكرية ولا تستهدف أي عدو عسكري واضح بالنسبة لمنفذ هذه العمليات. بداية، هل هناك تفتيش عن مصدر واحد لهذه التفجيرات؟ ثانيا، هل ما أشيع بأنه هناك تفجيرات أخرى والحملة التي شنت اليوم من خلال الاستنفار التام، هل اتضح أنها أوقفت عمليات معينة أم لم يكن هناك شيء ظاهر على الأرض؟ خالد تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسل أورينت خالد أبو المجد من حلب الباب. على كل سنكون أيضا مع تفصيل أوفى لهذا الموضوع في نشراتنا اللاحقة. شكرا لك خالد.